بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام محي الدين أبي زكريا ابن شرف النووي. الحمد لله حمد الشاكرين وحمد الذاكرين. الحمد لله من بيده الأمر كله، والحمد لله الذي وفقنا للمجلس الطيب المبارك هذا، نحمده طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا طيبا مباركا يا رب العالمين. سنتكلم بإذن الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن عن آداب حملة كتاب الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. فهو كتاب بسيط وجميل بفضل الله. نريد أن نتعلم من هذا الكتاب كيف نكون حاملين لهذا القرآن عملا وأخلاقا. ففي الباب الأول يتكلم الإمام النووي رحمه الله في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي أن الخيرية جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعلم القرآن وتعليمه. من سعت أقدامها إلى المسجد وهي قاصدة في نيتها تعلم القرآن، فهي من خيرة النساء في هذه الدنيا. ومن علمت ومن جلست مجالس علم وعلمت الناس بإذن الله عز وجل هي من أخير النساء في هذه الدنيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين حينما جعل لنا من الفرص والهدايا في قراءة القرآن والحسنات. الذي تقرأ القرآن فهي مع من؟ مع السفرة، مع الملائكة الكرام البررة. ومن قرأت القرآن وتتعتعت كان عليها القرآن شاق، فلها بإذن الله أجران بإذنه سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن وعمل بما فيه. ومثل المؤمن وشرط عملي أو شرط كمال الإيمان العمل، التصديق بالقلب والعمل بالجوارح. فهنا قصد النبي أنه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، أي أنه المؤمنة كانت مؤمنة، هي عاملة بما في القرآن بإذن الله، وتقرأه فهي مثل نبات الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. أما المؤمنة التي حققت الإيمان، صدقت بالقلب وعملت بالجوارح لكنها لا تقرأ القرآن، فهي مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ولها طعم ولكن لا ريح لها. أما والعياذ بالله، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر،
المنافق هي من نافقت سواء في أقوالها أو أفعالها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم اجعلنا ممن رفعته بهذا الكتاب، اللهم اجعلنا ممن رفعته بهذا الكتاب ولا تجعلنا ممن وضعته، اللهم اجعلنا ممن رفعته، رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. هنيئا لمن قرأت، لمن قصدت في قراءتها الأجر، ولمن قصدت رضا الله، ولمن قصدت القربى من مولاها، هنيئا لها. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا حبيباتي في الله، شفيعا في يوم لا ينفع مال ولا بنون، في يوم تدن الشمس من الرؤوس، في يوم نشتد فيه الأمر علينا، نرجو من الله أن يهون أو أن يظلنا. يأتي القرآن شفيعا لمن قرأته في الدنيا، لمن اتخذته صاحبا بإذن الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواه البخاري ومسلم. إذن ما جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم الحسد في الدنيا إلا في اثنتين. ما جعل الحسد في الدنيا بكثرة المنازل وبكثرة اللباس، لا والله، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحسد فيما فيه علاقة بالآخرة، جعل الحسد فيما يزداد به الأجور. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار تلاوة وقياما وصلاة وعملا بفضل الله سبحانه وتعالى. وروينا أيضا من رواية عبد الله بن مسعود بلفظ: لا حسد في اثنتين إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن عبد الله بن مسعود، اسمعي من روعة الأحاديث وجمالها، مما كتبه الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الله أكبر. إذن من قرأت حرفا من كتاب الله، من قرأت حرفا فلها به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بعشر يعني ما تبقى الحسنة حسنة، لا، تصبح الحسنة بعشر، والعشر مضاعف إلى أضعاف عند الله سبحانه وتعالى. وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب سبحانه وتعالى، حديث قدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله
سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. بسم الله ما أكرم دين الله من شغله القرآن، أن شغلته قراءة القرآن، أي عكف على قراءة كلام الله وحادث الله بألفاظه واستغرق في تلاوة القرآن وغفل عن طلب شيء وقر في نفسه من الله. يقول الله: منحته ما يريد ووهبت له ما يتمنى وقضيت حاجاته وسهلت عسيره وأنلته مناله وأغدقت عليه جليل النعم وأحطه بسياج الحفظ والرعاية والكرم ومتعته بفضلي وشملته برحمتي. الله أكبر، ما أجمل القرآن وما أجمل قراءة القرآن الكريم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أحبتي، من لم يكن في قلبها وجوفها شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب الذي لا فيه شيء ولا يصلح العيشة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند أحبتي، أعتذر عن القطع للنت، بارك الله فيكن. أوصلنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لي صاحب القرآن: قرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. جعل كرامة القرآن لصاحبه من حفظته في الدنيا، جعل الله لها امتدادا للآخرة، جعل الله لها امتدادا للآخرة، كما تقرأ في الدنيا تقرأ هناك وهناك. يعني سبحان الله، استحضري معي كيف حينما يقول لك الله: اقرأي وارتقي ورتلي، كل آية تصعدين بها منزلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ترتفعين بها درجة عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن حفظ القرآن وعمل بما فيه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل به؟ هذا بوالدي، فما ظنك حبيبتي بمن عملت بهذا القرآن؟ فما ظنك بمن قامت وبمن صلت وبمن حفظت وبمن راجعت وبمن سردت هذا القرآن وبمن وقفت على حدوده وابتعدت عن نواهيه؟ هنيئا لها، هنيئا لها، والله طريق الخير وطريق القرآن الكريم. الوالدان تلبسهما تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. فحبيبتي، كوني ممن بإذنه تعالى حفظت وسردت وسمعت وراجعت وعملت بالقرآن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. قال: اقرأوا القرآن، في حديث رواه الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن
فإن الله تعالى لا يؤدب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر بخير بإذن الله، بإذنه سبحانه وتعالى. فلتبشر بخير حبيبتي، حبيبتي في الله، اجعل القرآن هو الطريق لك في كل درب، اجعل القرآن هو سبيلك، جعليه حبيبك وجعليه جليسك. فوالله ما من أخت من الأخوات أحبت كتاب الله وكانت مع كتاب الله سبحانه وتعالى إلا أكرمها الله، وإلا أعطاها سعادة. من أرادت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، من أرادت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، بإذن الله توثق علاقتها بالقرآن الكريم، علاقتها بالله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، حبيبتي، والله 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 ما هناك أجمل من كتاب الله، ولا التعلق بكتاب الله، ولا مجالسة كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا كرامة من الله وفضل من الله أن نجتمع في مثل هذا المجلس. كم من الإخوة معنا في المجموعة، لكن ما حضر إلا من أحب الله، وإلا من اصطفاهن الله لسماع مثل هذا المجلس، حتى تحفنا الملائكة ويقال لنا في نهاية المجلس: قمنا مغفورا لكن، بدلت حسنات سيئاتكن حسنات. نحن قوم لا يشقى جليسنا بإذن الله، لا يشقى جليسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما في الباب الثاني، تكلم الإمام النووي في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، حيث ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظري من كرامة القرآن، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. رواه البخاري في صحيحه. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم. فلذلك من كرامة القرآن ترجح القارئة لكتاب الله، أما القارئ فيرجح للإمامة ويرجح عن غيرهم في أصحابي. انظري من كان أصحاب مجالس عمر، كانوا القراء. اللهم إنا نسألك في نهاية المجلس هذا، اكتفينا في قراءة الباب الأول والثاني، قرأنا في بداية الباب الأول عن أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، ورأينا من روعة ما أعد الله لأهل القرآن، وما والله ما عذب الله عينا نظرت للقرآن ولا قلبا وعى القرآن وعمل بما فيه. كوني على دراية أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي القرآن إلا لمن أحب، ولا يعطي كرامة القرآن إلا لمن أحب. وقرأنا في الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقال فيهم في نهاية مجالس العلم: قمنا مغفورا لكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.